فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع هذا المؤتمر الهام في ظل تصعيد حاد للحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة، ونظرا لخطورة الوضع الإنساني في غزة الصامدة، أود أن أوجز كلمتي فيما يلي. أولا، ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي، وهما أولا التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين، وثانيا فتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل، مع تأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع. هذه هي الأولوية القصوى. أما استمرار الوضع الحالي فيندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال. ثانياً، أؤكد على أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، علماً بأنه ليس هناك مدنيين ذوي درجة أعلى وآخرين بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون والنفس البشرية لها قدسيتها. كما نستنكر وبشدة التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوباً أخرى بالتحضر، كما أن لدينا خشية كبرى من الانجراف إلى صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية. ثالثاً، أتوجه لكافة الأطراف وبالذات تلك غير المنخرطة في النزاع بأن تتحمل المسؤولية وتمارس ضبط النفس، وألا تفتح الطريق لأي إجراء يوسع رقعة المواجهة أو يفضي إلى تمددها. إن هذا ما يقتضيه الحد من معاناة المدنيين وتفادي احتمالات حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع. رابعاً وأخيراً، وهذا لب الموضوع، يجب على القوى الدولية الرئيسية الاتفاق العاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ليعيش في سلام وأمن، اللذين يستحقهما مثل غيره من الشعوب تماما دون افتاءات على حقوقه. فتلك التسوية وحدها هي التي سوف تجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل دوامات الكراهية والعنف. شكرا لكم سيادة الرئيس.